ثقافة وأتى إلى هنا حتى نقول بقوة وعزم وحزم وتصميم: نحن شعب الثقافة والحضارة، نحن شعب الأدب والفكر، نحن شعب الفن الراقي والرسالة الأصيلة، ونحن سندافع عن ثقافتنا بكل مقوماتها ونحميها ونصونها. المسرح، الرقص، الرسم، الفن التشكيلي، الأدب، السينما، الغناء، الموسيقى، وحتى التطريز. لأن ثقافتنا هي هويتنا، هي تعزيز لوجودنا في هذا الوطن. لن نفرط بهذه الثقافة أيا كان. وبذلك رأى منتدى الجمعيات الثقافية العربية أن يقيم هذا الحفل بعنوان بين الإنجاز والرؤية. من خلال هذا الحفل سيتم أولا عرض مجموعة أو عينة من الصور الجميلة جدا لثقافتنا العربية الفلسطينية هنا في هذه البلاد، وأيضا سيتم تكريم عدد من الشخصيات التي لها بصمة كبيرة وهامة لتحقيق الإنجازات للجمعيات وللمؤسسات الثقافية العربية. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام، أتيتم من كل مكان، نتمنى لكم معنا أمسية ممتعة. على اللحم او واجب، يعني اقل اكثر من هيك مش معقول.
قدم كل ما يملك. بعد ما احتفل وجوز ابنه مسعود روح على البيت عالدنقوط. عالدنقوط ولا جاي 300,000 ليرة. يا سلام، مش معقول هذا الكلام. قام الصبح بكير هكلان الهم، عد 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 المصاري، فعلا كانوا 300,000 ليرة. هذا عم مسعود، قال له الحق يا ام مسعود، قالت له مالك، قال له ولك اجار نقود 300,000 ليرة. قالت له شو صفرنا؟ راح جاب مي، رش عليها مي صحية. قالت له انت متاكد من هالكلام 300,000 ليرة؟ قال له متاكد، صفرن هو، صفرن هو، صفرن هو، صار واحد صفر الثاني، رشوا رشوا على معاد قابوا. ويا حبيبي على هذيك الليله نام ابو مسعود بالكمال والتمام، وانبسطوا خالتي ام مسعود، شو انبسطوا تمام تمام، واحتار شو بده يعمل بالمال. قام الصبح بكير على الساعه 10 بعد شرب فنجان القهوه وفنجان الحليب، اجت تكلتان. شو حسابنا يابا؟ قال له تفضل. اجا تبع المطعم، قال له تفضل. اجا تبع القاعه، اجا اللي تبع الصحون، اجا فرق الموسيقيه، اجا فلان واجا علان، واحد ورا الثاني. ما اجا اخر النهار دحدح، راحوا 300,000. وهيك كل الجمعيات لمست شغله اللي كانت ناقصتنا كثير، انه احنا كنا نبدا السنه ما يفوتش مصاري، والوزارة تمرق المبالغ فقط آخر العام، ونجبر إنه لازم نصرف هاي المصاري. فطبعا هذا يعيق عمل الجمعيات، يعيق عمل المؤسسات، وما كانش في إمكانية لتخطيط السنة بشكل صحيح. فأنتوا كيف لاحظتوا إنه كل الدفعات والسلفات بلشت من سنة 2015، بتوقع أخذناها بشهر 3 لأنه كان في مشكلة مع التفحينين. بسنة 2016 حتى الآن فات بتصور 14%، ولسه بشهر 6 راح يفوت كمان 6%. فهي الإضافات إخواني اللي بنحكي عليها، وإذا كانت ممكن تنتقل في آخر السنة، إحنا عم نحكي على الميزانية اللي هي تقرر من قبل وزارة الثقافة. لا لورا. على إضافة نقطة 2، أيوة هاي أوكي. في عنا إضافة 3.2 مليون شيكل اللي فاتوا على ما يسمى بسيس التكنات. عن المشروع الثقافي العربي بدي أشكر كل الفنانين الموجودين معنا والجمعيات عامة. شكر بشكل خاص للدكتور أحمد طيبي بالذات على دعمه بسنة 2015، نتأمل ما يوقفش هون. أنت حكيت قبل، نتأمل أنت يعني كريم وشفت على هاي أكثر وأكثر كمان، يمكن شفت شوي أنت شفت جزء صغير من الأشياء اللي بتنعمل، وطبعا يعني أكيد بستاهل.